حلو حلو النسكافيه ده، بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ انا هاي رنا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. خلصت رسومات المعرض؟ خلصتها كلها، بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه، اشرب نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رنا دي على فكره، وشيك حاجه تشرب يعني. هو انت ما بتغيريش ياسمين؟ انا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان، لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام، انت ما عندكيش فكره، اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. اقابل امه، اقابل حضرته يعني، ماشي هحدد له ميعاد. اوكي، هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بول. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه، احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا لا، بوص. خوص. بقول جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص، انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم. خوص برضو. اتفضل اتفضل يا بوس. بوس بوس. امشي. ايوه، اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعال اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا بلبل. اهلا اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله، حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك، عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا، امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد بعيد، احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج؟ هنفضل قاعدين كده قاعدين كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ، بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس مش بقول له مش عارف ايه، قال لي استنى لما بطل ضحك، وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك. هيفك؟ ويحصل ايه لما هيفك؟ هيجري يعني؟ احترم نفسك. بلبل اهو، فك فك، اجري اجري. اهلا كابتن بلبل. كل شويه اهلا اهلا. منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غلط. ايه ده، لقيته ايه، كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى، رز؟ على فكره انا قلت رز، هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد، تعالى معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونة؟ عايز تغديني تونة؟ بتأكل السمك جمبري وصبيته هتغديني أنا تونة؟ لا أنا هتغدى طعم، خليني مع السمك أحسن. تلاتين سنة صيد، عمري ما صددت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة إيه؟ دي قشرة بياض يا ابني. طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ أنا لما أرجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم وأوزع عليهم الصور وأقهرهم. ممكن أتصور معاه؟ طبعًا يا حبيبي، أتصور على ملبس وأرجع وأتصور أنا كمان. ماشي ماشي. أوفر بس. ثانية واحدة. يلا يلا. سمايل. فعلًا فعلًا سمكة رهيبة رهيبة. هلا بلبل، انا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل، وقع. طب هتعالوا بالتدريج. طيب هي وقعت هنا، اما انت اتأخرت فزيت ومشيت. ما لحقتش اصور جنبها. خد صورتي خد صورتي يا عم، انا مش عايزها. اقول ليه عايزين يسري دلوقتي؟
في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى 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 ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها هنلاقيها يا عم ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه هنلاقيها يعني. اصطاد اصطاد غيرها. اهدى اهدى بس يا عم اهدى اهدى. فعلا اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. نصطاد احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين احنا جايين نذاكر احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عم نصطادها تاني نصطادها. لا مش دي التانية خد ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل 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 أخلص أخلص. الصوت ده بيأشعرني. مضايقك أنت الصوت ده؟ أمال يعني عايز أغلس على المنشار. هتاخدي بالك لا يكون الفرم عدي ولا حاجة تتعير القبض. أشك إنه لسه جوا. الله يا ساتر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الزبالة دي؟ عامل إيه؟ ما أنتوا مش حاطين باسكت في الأوضة؟ ايه ده القلم ده لقيتيه؟ يا ده انا قلبت عليه الدنيا. شوفي كده كان فيه بنطلون كنت بدور عليه فيه هنا كده كده. بقول لك ايه هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير. بتطير ده عليها حته تطير. اما ايه حماده المهم بغض النظر عن طيرها يعني انا لقيت الحقيقه فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا عشان كده خطبتها. مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام ايام لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده. حاجه ايه تاني؟ حاجه عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب. التصميم ده قولي رايك فيه. اي قوي. انت بتعمل ايه؟ دي حسن يا رانيا. دي حسن معلش ما قلتها لك. ايه بتزن؟ انت بتعمل ايه يا رانيا؟ يا رانيا الدبان ده انا بكرهه. بيقول لي الاوفيس بوي يرش المكتب. مش معقول كده. فين 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 التصميم؟ خلصيني اهو. كويس كويس ماشي. استني كده. ايه ده؟ ده بني. استني بقى. وحش 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 قوي اللوجو ده. التصميم كله كله بني كده. انت تحس انه بريحه؟ لا 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 ده فكرته اجمالا كده على بعض قرف. وحش 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 وحش. مين بني اللي رسم التصميم ده؟ ده وحش جدا. مين دي؟ دي هاله المشهد. طب وبتعيط ليه؟ هي تايهه؟ انت تايهه؟ لا دي هي اللي رسمت التصميم ده. ده حلو جدا. ده تحفه. حلو قوي قوي قوي. حلو جدا. جالك ازاي؟ جالك ازاي يعني الفكره جات لك ازاي؟ طب ايه؟ طب طب وايه ومصحف ما سمعت؟ طب وايه؟ طب انا الحقيقه مش سامع. طب ابعتها لي مسج لو ما فيش عندك سيجنال. ابعتها لي مسج. مش سامع. طب واللون؟ بني حلو وجميل. حلو جدا البني حلو. بس انا كنت عايز اسال سؤال بس. هو بني ولا بوني؟ بس رن بس رن. بس انا سمعت حضرتك وحضرتك بتقول ان الفكره اجمالا قرف. شرف. فكره اجمالا فيها شرف. تحس ان فيها شرف كده. لا 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 انت ليه فاكره كل الكلام كده؟ لا فرفشي كده وفرفشي وما تعيطيش وابتسمي وانت وشك جميل. طيب انت خريجه سنه كام؟ 2009 امتياز مع مرتبه الشرف. 2009 ده انت لسه بالكرتونه. لا تمام. طيب اسمك ايه؟ هاله. هاله. اهلا يا هاله. اهلا يا هاله.
بالنسبه للديزاين البني. انا يا ستي بلبل الشهير بنبيل مسعود، الصخره اللي بتحطم عليها احلام وطموحات كل حد جاي فاكر ان هو عامل حاجه كويسه او ما حصلتش، لان دايما في احسن. انت هتشتغلي معانا هنا بس مش موضوع البوني ده عشان مضايقني. الحاجه الثانيه موضوع مرتبه الشرف ده انا عايز نسيه تماما، اوكي؟ انا عايزك مرتبه سفنج تشربي وتمتصي الاهانات واخر اليوم تتعزلي تنزلي كل حاجه عشان احنا شغلنا صعب. تمام. طيب يخرب بيت امك يا شيخه. لف 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 لف، اول ما تلف هتبقى على طول، اول ما تلف هتبقى على طول. سجل كده كده. ماتت. المهم يا ستي انا طول عمري بقول رايي بصراحه، بس ما هلا يعني ما اعرفش ليه ما صرحتهاش. لف بس، هو ان شاء الله هتكمل. هتلف بايد واحده؟ عيب تسالي سؤال زي ده، ممكن الف وانا سايب ايدي اصلا. ها ها شوفيها شوفيها في ظهر المضرب جايز شبكه. طب ارجوكي موتيها لحسن، انا بجد بعرف متبان قوي. هموتها. لا والنبي مش يمكن اتكسفت من هذا؟ لا انا بجح. ايه خفت على مشاعرها؟ ستي ما تولع مشاعرها بجاز. ايه يا حاجه انت؟ الله انا بس هدقت. ايه يا امل؟ ايه يا امل انت كده هتموتيني انا؟ اصطدتي حاجه طيب بعد ده كله؟ لسه، بس هتروح مني فين؟ يعني لا اتكسفت منها ولا خفت على مشاعرها؟ لا. امال ايه؟ ما هو ده اللي انا حاولت اعرفه. ليه انا ما قلتش لهالة لما وريتني الشغل بتاعها ان شغلها يقرف الكلب؟ امل انا بحب الدبان جدا، بحبه. قلت لك مش هتعرف تلف. هشرب فلتر وهكح كمان. انت شفت الجمهور؟ انت كنت شايف حاجه قدامك؟ ردي بقى يا ياسمين، بقى ردي بقى، حرام عليك الله يخرب كده. جرايه يا باشمهندس بقى، عايزين نروح ننام. اخترت اني لون السيلفر ولا الازرق؟ اصبر اصبر. هاله انا مش عارف احلى حاجه فيكي انك فعلا بتردي من قبل ما تتصل. ها يا جماعه، ها يا هاله. ايه الملل ده؟ انت بتختاري شبكتك؟ ايه اللي عندك حموضه؟ تحبي اجيب لك حاجه للحموضه؟ انهي لون؟ الفضي. يا ساتر، ادهن يا ابني الازرق. مفيش فكرة، أصله الواحد يعني نفسه أحياناً يبقى مسيطر شوية. إيدين لازر، إيدين لازر. يلا 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 من هنا. أوعى أوعى. لا 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 لا، أوعى أوعى. مش عايزة تشيلي، عيب عليكي، عيب عليكي. معاكي الراجل وعايزة تشيلي. يلا. يا نهار أسود، على فكرة أنا بؤمن جدا بالمساواة بين الراجل والست. لو عايزة تشيلي ما عنديش مشاكل. يلا يا بولبول. أوكي يا نهار أسود. أنت كنت رايحة فين أصلاً نهالة لما كلمتك؟ مفيش، كنت عايزه اشتري هديه لواحده صاحبتي عيد ميلادها بكره. المفروض مامي كانت تيجي تختار معايا، بس واضح كده انها نامت. وانت كنت هتشتري الهديه من مامتك؟ ايه ده؟ باباكي بقى عايش ولا نايم؟ لا انا بابي معايا. الله يرحمه. طيب انا فاضي ما عنديش حاجه، لو تحبي اجي انقي معاكي ما عنديش مشكله. حلوه؟ تقرف. نسيت، مش عارف اختار ايه. طب ايه؟ اجرب دي، اجرب دي. بس مفيش ولا حته فاضيه عندي. ما عندكيش دي اللي انا ما رشيتش فيها صح؟ اه مش عارف دي ريحتها ولا ريحه ايدك. اجيب ايه طيب؟ اجيب ايه؟ اجرب دي. لا مش دي. لا 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 ولا دي. خلاص بقى يا بلبل، اختار اي واحده فيهم. انا كده مش هلحق اجيب هديه صاحبتي. طيب خلاص خلاص خلاص، انا ولا واحده عجباني اصلا. وانا جربت دي. ايه رايك تاخدي لها ساعه؟ وريني كده. والله حلوه ومظبوطه، شمي كده. بس هي مش بتحب تلبس ساعه. بعد ده كله يا هاله. انا برضو. يا ستي خدها لها، والله حلوه. يعني هي هتقول لا؟ في فن اسمه فن اختيار الهدايا، مش تأدية واجب كده والسلام. على فكرة احنا كنا قتلنا صاحبتك دي اسهل، وهات لها ايه؟ هات لها كرافتة. هنعمل ايه طيب دلوقتي؟ انا قررت ان انا هجيب لها مكياج. اوكي. هناخد مكياج. وبقول لك ايه لو سمحتي، الساعة اللي لابسها جورج بلوني دي موجودة؟ للأسف خلصت، بس هنجيب منها الشهر الجاي. اوكي، طب جورج موجود؟
تقيل اشيل منك؟ جاي يعني لحد الجراج تقولي اشيل منك؟ بالراحه يا عم السمبل. عفوا يا سيدي. انت اصلا شاريه ايه؟ في كتب عن الطبيخ تقيله؟ لا يا كتب مش تقيله، بس واضح ان الطبيخ اللي فيها هو اللي تقيل. ايه خفيف السمنه شويه. شارياهم لمين دول؟ انا بحب المطبخ والطبيخ قوي. عشان يا هلا يا هلا يا هلا. مقفول. مش عارفه عم شفيق السواق راكن فين. ايه ده، انت عمك بيشتغل سواق؟ عجبتك قوي. خلاصي بقى، انا غلطان يعني اني عملت فيها بلبل وشلت؟ خلاصي خلاص حدثي بالشلوه. انت عربيتك لونها ايه؟ بني. طب ما بتجيش بيها ليه على طول كده لوحدك؟ ولا الحوجه السواق الزباله ده؟ لا ما انا مش بعرف السوق. خلاص تعالي اوصلك انا، ولا الحوجه اللي عم شايفيه الحمار ده. وقع وقع، بس والله كنت قاصد والله. اسف يا هلا هلا، كنت بحط بنزين في العربيه. هو ده عمك السواق بتاعك وقع؟ طب ما الراجل سمح ووشه جميل وطيب، امال ليه عمال تشتمي ليه فيه من الصبح؟ خلاص خلاص خلاص، ما تبرقلهاش، ما تبصهاش كده، خلاص انا هديتها انا هديتها. يلا يا عم شفيق، يلا عم شفيق، يلا عم شفيق، يلا يلا. عرفت حاجه؟ أكيد، ما أنا بقالي ساعة قاعد مستنيكي. أنا عايز أعرف ليه لما بكلمك ما بترديش عليا؟ إيه مش فاهم السؤال؟ أقوله لك بشكل مختلف؟ ما بترديش عليا ليه لما بكلمك؟ عايز أعرف أنا. ببقى مشغولة يا أخي. مش مبرر، ده أي كلام في الحمادة، اللي أنت بتقوليه ده أي كلام في الحمادة، إن أنا أقعد أكلمك كذا مرة في كذا وقت في كذا يوم وما ترديش عليا، ده ما اسموش غير حاجة واحدة بس، اسمه تجاهل. إيه الكلام العجوز اللي أنت بتقوله ده؟ وبعدين ما حصلش حاجة يا أخي. خلاص، عايز أوريك الفستان الأول تقولي رأيك. وحش. ده لسه جوه الكيس. هو كده أنا بشوف جوه الأكياس، وحش شفته وما عجبنيش. بلبل بقى ما تبقاش رخ. ليه ما بتطلبيش مني أجي أنقي معاكي؟ لا يوم جيتي قلتي مثلا تعالى نجيب هدية لواحدة صاحبتي عيد ميلادها بكرة علشان ماما ميتة، محتاجة حد معايا، مفيش خالص. تنقي؟ أنا عمري ما باخد حد معايا نقي. وبعدين أنت عمرك ما قلت لي إن أنت عايز تيجي تنقي معايا. مش لازم أنا اللي أقول لك يا ياسمين، أنت اللي المفروض تطلبي مني، أنت اللي تقولي لي تعالى عايزاك معايا، ده أنا بنقي الهدايا كده بسرعة. إنما اقعدي بقى واجيلي في رقبتك كده واجيلي في رقبتك كده والحركات، لا 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 خلاص خلاص. بس أنا فهمت، خلاص أنا فهمت، أنا أصلا رأيي مش مهم. لا إزاي؟ رأيك مهمة جدا طبعا، والمرة الجاية هاخدك معايا وانا بختار. ها ايه رأيك بقى في البستان؟ متخنك قوي، روحي العي. لا لا، امل 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 امل، اطلعي فوق اطلعي فوق، الحاجة تعضك. طب الراجل ومحتاج ان الست تكون ذكية عشان تفهمه، مفكرتش انت الست محتاجة ايه؟ محتاجة راجل غبي يصدقها. ما انت من اول ما عرفت ياسمين وهي كده عمرك ما علقت يعني. عشان ما كنتش اكتشفت هلا بقى كانت هي المراية اللي شفت فيها عيوب ياسمين. اوه خلاص، شكرا شكرا يا عم شكرا، انا خلصت. تحب اهرش لك في اي حته؟ امل. خلاص خلاص، تحب اشبك لك؟ مش كنت علمتني على عربيتي اسهل؟ انا خايفه على عربيتك يا ستي. ولا يهمك، عربيتي مش حصل لها حاجه، فداكي فداكي. المهم اصله عارفه اساس تعليم السواقه لازم يبقى على المانيوال الاول، وبعد كده عربيتك هتلاقي سواقتها سهله جدا عشان اوتوماتيك. المهم دلوقتي بعد ما هندور عايزك تحدوسي دبرياش على الاخر خالص، تمام؟ وتدوسي وتحطي بقى بنزين وتشيلي دبرياش، تحطي بنزين وتشيلي دبرياش، ماشي؟ تحطي وتشيلي، تحطي وتشيلي. يلا ادور؟ لا مش لازم، اكيد هتدوري هلا، امال هنزل ازوقك وهعلمك وانت. يلا تمام جدا، ادي اول حاجه، دوسي بقى دبرياش على الاخر. يلا هوبا، هاتي الاولاني، تمام، شيلي. ايوه يلا. بس. بيتك يخرب بيتك. أنا آسفة، أنا آسفة، نهار اسود، ده أنا هطلع أشتمك بالأب والأم دلوقتي. أنا شلته وحطيت زي ما أنت قلت لي بالظبط. أنا شفتك، ما توتريش نفسك، عارف إنك شلتي وحط شالوا حطوا عليك يا بعيدة، شالوا حطوا عليك. أنا حاسة إن أنا خبطت العربية. حاسة؟ مش متأكدة يا ستي، ما تتخبط، إيه المشكلة؟ طول ما بتيجي في الصاج مش مشكلة، أهم حاجة البني آدم. طب تمام. يلا بقى، انت بقيتي كده تمام قوي قوي قوي، يلا انزلي بقى هنكمل اوتوماتيك على عربيتك. هو انت مش قلت لي هتعلم على المانيوال الاول؟ ده كلام الناس بتقوله بس كده علشان يحللوا القرش. يلا يلا انزلي، تعالي تعالي، انت بس فاضلك حصتين نظري، ممكن ناخدهم في اي كافيه واحنا ماشيين، او اكتبهم لك في ورقه تذاكريهم في البيت. يلا تمام. على فكره بقى مش مهم انا السوق خالص، كفايه انت بتعرف تسوق. برافو عليكي، تصدقي؟ أهم حاجة في السؤال، أنا كنت بمتحنك.
الإصرار ده مهم. طب بصي، عشان الكلمتين دول أنا هعلمك. يلا. لا لا، هعلمك وانتي جنبي هناك، يعني وانتي على الكرسي اللي جنب. يلا، لابسة كوتشي وتيشيرت، داخل الأولمبياد ولا جاي تعليم السواق؟ فيا جماعة، الميتنج بتاع النهاردة ده من أهم من أهم الميتنجانات. بس يا رانيا، بس يا رانيا، بس يا رانيا، بصدق أركز عشان خاطري. ميتنج النهاردة كان مفروض نعمله من بدري، من 3 4 أيام وحاجات كده. ها، يا علاء، يا علاء، ما أنا قلت 100 مرة لما يبقى في اجتماع نقفل الموبايلات، بتخرجني من تركيزي. صغيرة يا باشمهندس، أنا خلاص هقفل. طب معلش يا جماعة، لو سمحتوا، لو سمحتوا، كل واحد يقفلوا موبايلاتكم كلكم إلا أنا. ايه هلا، انت فين؟ انا الاجتماع خلص وعمال اعيده. انا تايهه يا بلبل ومش عارفه انا فين. طب ايه، تحب انزل ادور عليكي؟ انا غلطان ان انا علمتك السواقه. انا مش عارفه، انا بدل ما انزل النفق طلعت من فوق. انا هعمل ايه دلوقتي يعني؟ طب مالك متوتره كده ليه يا بنتي؟ اهدي عادي. اسمه ايه النفق ده؟ نفق العبور. ايه هلا، في ايه؟ ايه المشكله؟ لفي ورجعي وعدي خط بارليف وانزلي من تحت النفق. يا بلبل، بقى تعرفي تلفي ولا انزل انا اللي فيك النفق؟ طب بلبل، في حاجه على المكتب عندك، انت شفتها ولا لا؟ والنبي يا رانيا، هاتي لي العلبه الحمراء دي اللي على المكتب دي. ايه دي، قنبله دي ولا ايه؟ افتحها بس وابقى كلمني. باي. ها، كنا بنقول ايه بقى؟ ف ستون، الله يخرب بيتكم. المهم، الاجتماع ده كان المفروض نعمله من بدري. ماشي، شكرا. كنا المفروض نعمله من بدري، لان بجد احنا محتاجين والله كل ساعه، كل ساعه ايه، كل ثانيه نشتغل فيها، كل ثانيه. كل سنه وانت طيب. هلا، يلا الاجتماع اتاجل يا جماعه. بولبو، انت رايح فين؟ الاجتماع اتاجل علشان الاستاذ علاء بعد كده يتعلم يقفل الموبايل وفي الاجتماع. انا عمال اقول بخرجه، ايه، خرجتوه من تركيزي، مش ممكن. سلام سلام، بعد كده وعرفتي منين ان عيد ميلاد النهارده يا ساره؟ انت عرفته خلاص. طب وليه يا بنتي كل ده؟ طب كنت جبتي اي ساعه وخلاص. لا طبعا، ما ينفعش، لازم الساعه اللي عجبتك. انت نسيت فن اختيار الهدايا. طب ومالك بتقطعيها ليه كده؟ ما تقوليها مره واحده وخلاص، واحنا فاضيين تضيع الوقت ده. بس ماما مش شاكرين جدا يا ستي، مش عارف اقول لك ايه. شكرا شكرا. طب ها، تحبي تاخدي ايه؟ تاكلي، تشربي، نحلي، نمشي؟ لا، ما انا مش عارفه بقى، اختار لي انت. انا اختار لك؟ ياه، اخيرا لقيت حد اطلب له. طيب انا ممكن اخد شوكولاته؟ بتحبي شوكولاته؟ قوي قوي. اوكي، بصي يا ستي، ركزي معايا بقى. عايزك تجيبي لنا حتتين طارت كده شوكولاته، ها، عليهم شوكولاته سايحه من فوق، وبعدين تسيب الشوكولاته تنزل على الجناب كده وتخش من تحت القهوه، من تحت الايه، الحته نفسها. ماشي، حته دي. انا اسفه جدا، مش شغل قطعه واحده بس. طب وسايباني ليه كل ده؟ اما ريلت وغرقت نفسي. خلاص طيب ماشي، اوكي، حته واحده هاتيها لي. اوكي، ها، هاتيها لها يعني، هي هتاخدها. ماشي، اوكي، ميرسي ميرسي. طيب ايه، طيب انت رايحه فين؟ ماشيه؟ لا طبعا، رايحه التواليت. اوكي، تعملي ميه ولا طينه؟ ها؟ لا ولا حاجه، ولا حاجه، اتفضلي. ايه يا بنتي، اتاخرتي كده ليه؟ الشوكولاته صحت وطرطشت في كل حته. طب شيل الطرطشه الصغيره دي. ها، لا ده دي دي انا اللي واكلها بصراحه. الصراحه راحه. انا قلت يعني اخد الحته اللي انت هتدياني، وانت اكيد كنت هتدياني كلها. لو سمحتي، لو سمحتي، ساعتي ممكن النبي تشغلي لنا التكييف لحسن الجو حر قوي يا جماعه بجد؟ لا مش زرار طبعا. حبيبتي حبيبتي، اتفضلي شغليه على الاخر. الله يسلمك. هتقوم توريها الزرار فين؟ ليه، ما عارف مكانه يعني، مش مشكلة. دي غيرة؟ لا طبعا، غيرة ايه؟ المفروض لما بنت تبقى قاعدة معاك تحترمها وما تقعدش تعمل الحركات دي. اوكي، انا اسف، معلش، ما كنتش يعني. طيب هتعمل عيد ميلادك فين؟ انا هعمل عيد ميلادي؟ لا طبعا، انا عمري لا عملت ولا هعمل عيد ميلادي ولا افكر ابدا في الحكاية دي، لست هذا الشخص ابدا. انا اصلا ما بحبش الدوشة والزيطة والزحمة واللمة وانا كمان. وانت كمان ما بتحبيش اللمه والزحمه؟ انا اعمل عيد ميلادي؟ اتجننتي؟ وتورته وكده وناس وبتاع؟ لا 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 لا، وسنه حلوه يا جميل. لا لا لا، يمكن. سنه حلوه يا جميل، سنه حلوه يا جميل،
مزاز مزاز حتى الشمع رخم تريش تحكي يلا هتاكلي ايه؟ اديني بفكر ايه ده شكلك احلى كتير قوي من غير الكوبايه تحبوا تطلبوا ايه؟